تدخلي البيت عشان الناس تعرف تجيب لي ايه الحاجه من فوق. خلاص الصح هيقوم بالعمليه. طيب ايه تاني الخطوه الثانيه؟ البيتر يشيل الحاجه بقى يتعامل معاها. البيتر قال احنا ناخدش. طب هم فين البيتر؟ البيتر دي داخلين عليه بقى مش كلموهم وكلموك. اه كلموهم مستعجلين بقى لو الصح هيبقى دلوقتي. قال لي بعد اوجات الطهر حضرتك داخل. ايوه عشان طبعا ان هو يشوف الفريق لازم يتطهر عشان يخش من بره ثلاث مرات. لا 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 هي مره واحده بس. بعد الزوج الطهر جوه بقى. بعد الزوج ما قدرتش. احنا موجودين هنا عشان خاطر هو مين واحد يتكلم ولا ايه بقى؟ المره دي بص بقى وكان في كده. طب بالك بقى يا ابني طب اهو يا حبيبي احنا جايين ليه اصلا؟ سمع الاراء. لو سمحت مش عايز كلام. طيب بيقول لك في حاجه تعالى بيه عمري فاهم هو اللي بيتكلم ده ايه؟ يا جماعه يا اما نغور وطاقه على الله لو سمحت كده على جنب كده. طيب يا عيني في بس في واحده بس انت عايز بس عايز بس خلاص خلاص يا ست دي عشان طالطها دي عشان بس داخليا الحيطان والارضيات وصلاح. عايزين بقى نقل في الكلام بس عشان خطوات كده واحده واحده. عايزين نقل كلها في الكلام عشان كلنا ايه خطوات من اول خطوه. ماشي يا دكتور. انا هبقى اجيب الملايه اللي بتطهر دلوقتي. تمام ربنا يبارك والست ويجي البيطري يشيل حاجه ولا يقفل البيت خالص. والست انت هتجيبيه. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ شوفوا معانا يا دكتور عواد. تمام مع سيادتك. طريقه القفل بقى هم بيقولوا هنتطوع. انا رايي ان لازم حد مسؤول يبقى هو واقف على راس الشارع من بره هنا وهنا ونقفل مخارج البيئة الشارع المنطقه دي كلها. تمام يا معانا المأمور. اتفضل يا باشا. تعالى هنا عشان تنسق مع الصحه ومع الحي عشان بالنسبه للخدمات. حضرتك كده الصحه والحي وهل هيبقوا موجودين مع سيادتك؟ انا عندي عربيه دوريه بظبط اصلا طول الليل يلف في المدينه على الحاجات دي وعلى الشوارع ومش على قد المنطقه هنا بس. عندنا فوستور وهنا وهنا ومستشفيات ومش عارف ايه. فهم بقى يشوفوا هيحطوا هم خدمات من عندهم ولا الكلام ده وانا الدوريه تحت طموح. لو في متطوعين نعم يا زعيم ايه؟ هسه زينك ثانيه بقى نجيب السياره يا ست ده عشان نخلص بقى. كده عايز عسكري. عسكري واقف على الباب بعد اذنك. ما حبش يدخل. خلاص بس شوف عسكري. شوف عسكري ماشي خلاص ماشي ماشي. طيب هنا 24 ساعه. دي واحده يا اسماعيل بيه. يا اسماعيل بيه العسكري هيبقى ال 24 ساعه. تمام. الحاجه الثانيه لابد يبقى فيه خدمات من الصحه ومن الحي برضه موجوده من جميع الاجهزه من جميع الجهات. الصحه لها دور، الحي ليه دور، الامن ليه دور. الامن معروف دوره اللي هو تاميني. بيامن الحي بيامن الصحه بيامن المحافظه بيامن الناس. ده دور الامن. تمام عشان بس يبقى كل واحد ليه دوره. معايا.